أهلا وسهلا دريس في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من الدرويش. الإسماعيلي بيخرج من بطولة كاس مصر والمهدي سليمان حارس مرمى سموحة بيصعد بفريقه إلى الدور قبل النهائي على حساب الدرويش في لقاء تأرجح في أداء اللاعبين ما بين شوط أول رائع للإسماعيلي وشوط تاني كان غير مرضي للجماهير، تعادل 1-1 وبعد كده ركلات ترجيح أحرز منها سموحة الخمس ضربات وأحرز الإسماعيلي 4 ضربات، وبذلك يخرج النادي الاسماعيلي ويفقد اخر امل ليه في احراز بطوله او منافسه على بطوله في مراكز متقدمه للعام الحالي، مش هنقول بقى للعام الثالث على التوالي في ظل قياده عميد محمد ابو سعود، لان هو كان وعد في بدايه برنامجه ان هو هيجيب بطوله في السنه الثالثه. دي جمله كده على الهامش مش هنتكلم فيها تاني، ولكن نتمنى ان السنه الجايه تكون بدايه الموسم جديد. ناس كتيره جدا بتتكلم عن ان الكابتن احمد حسام ميدو بيعمل شغل كويس قوي، بيعمل شغل عظيم، تدريبات هايله، نظام جديد جدا، في جرأة حتى في اختيار اللاعبين وجرأة في ان في لاعبين مش عاوزها مش هيجامل حد، في قائمه طويله عريضه باللاعبين هتمشي، طلب ناس معينين، طلب ناس بمبالغ وبيتفاوضوا معاهم، في حركه شكلها كويس. سيبكم من نتيجه او اداء ماتش سموحه، كمان الاسماعيلي لعب في البطوله بطوله شمال افريقيا، دي بطوله وديه لعب فيها المباراه الاخيره برضو خسر 1-0، ولكن ده كان تاني يوم سفر من مباراه سموحه وكان اجهاد لاعبين وكان في جمهور كبير جدا لفريق الرجاء. كل الحاجات دي يعني ادت ان هو هم حتى اعتبروا ان الهزيمه 1-0 دي مش هزيمه تقيله ولا حاجه، جنب الاجهاد وجنب السفر وجنب التعب وجنب الجمهور وجنب صاحب الارض وجنب حاجات كتير قوي. بكره هيلعب ماتش كمان برضو في بطوله اتحاد شمال افريقيا، كل الحاجات دي هنتكلم فيها النهارده. مباراه سموحه هتكون الفقره الثانيه مع ضيفنا كابتن محمد حسني مدرب مدرسه الكوره بنادي الاسماعيلي، ولكن الفقره الاولى كل الحاجات اللي انتم تطلبوها دايما عن اخر الاخبار، عن الصفقات، عن اللعيبه اللي مشي، وعن كل المستجدات هتكون معانا في الفقره الاولانيه، واللي هنبدا بيها فورا مع ضيفنا لاول مره بينورنا في الدرويش، شاب طموح وناجح جدا من شباب الاعلاميين هيكون ليهم مستقبل كبير جدا في الصحافه الالكترونيه وفي المواقع الالكترونيه بشكل عام، واخيرا انتقل لمنصب في نادي الاسماعيلي. خلينا نبارك له ونقول هيكون معانا النهارده استاذ محمد سليمان المنسق الاعلامي للنشاط الرياضي وقطاعنا في نادي الاسماعيلي ورئيس تحرير موقع اسماعيليه 24. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد، واهلا بكل اسره البرنامج الكرام. منورنا. منورك طبعا. في الاول عايزين نبارك على المنصب الجديد ونوضح للساده المشاهدين مهام المنصب الجديد المنسق الاعلامي للنشاط الرياضي وقطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي. طبعا مهمه جديده ورسميه بالنسبه لي، طبعا خطوه جديده، يعني خطوه مهمه جدا في حياتي العمليه، لكن هي مش غريبه عني لان انا اصلا دارس اعلام وكده في جامعه عين شمس، وان شاء الله يا رب اقدر اوضح لكل جمهور اسماعيليه كل ما يدور داخل قطاع الناشئين وقطاع الانشطه في النادي الاسماعيلي. انت دورك هتوضح كل ما يدور داخل كل ما يدور قطاع الناشئين، لان احنا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا يا استاذ احمد احنا بتتكلم في 170 بطل في قطاع النشاط الرياضي. حد عارف عنه حاجه النهارده؟ انت النشاط الرياضي عموما كل الالعاب غير كل الالعاب الهنديه، 3 ألعاب جماعيه و15 لعبه فرديه، فانت النهارده بتتكلم في اكتر من 1500 لاعب في النادي الاسماعيلي ما حدش بيتكلم عنه. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خطتي ان انا اقدر اوصل كل اخبار الناس دي لكل جمهور اسماعيليه. طيب في خطه مثلا مبدئيه، طبعا انت لسه قطاع الناشئين لسه هيبدا تم التشكيل بالفعل، لسه خطوه مبدئيه تم الاعلان المبدئي من قبل الكابتن عيد فرج. لا انا عايز اجل القائمه، انا عايز اتكلم عن لسه في جزئيه المنصب بتاعك، خطتك في انك توضح المعلومات دي كلها وتنشرها. طبعا انا بقدر اتواصل مع كل زمايلي في المواقع كده، واقدر اتواصل مع زمايلي في التلفزيون وكده، انا الحمد لله يعني علاقتي كويسه بيهم كلهم كويس، وان شاء الله اقدر اوصل كل معلومات القطاع الناشئين وقطاع الانشطه في يعني هيكون في تنسيق وتعاون مع كافه وسائل الاعلام ان شاء الله ان شاء الله، وده يعني بخطه زمنيه ان شاء الله على 4 أجزاء في سنه بالظبط ان شاء الله، كل اخبار قطاع الناشئين والانشطه ان شاء الله هتكون كلها توصل لجمهور اسماعيليه وتغطي بشكل كافي زي كافي ما اخبار الفريق الاول بيغطي كل اساليب الاعلاميه ان شاء الله. انت عارف ان انتوا كان عندكم ازمه، وكان انا قلتها لاستاذنا وزميلنا استاذ علاء وحيد، ان هي مشكله ان انت سرعه الرد، فهو بس انا عذره القصة ان انا ايه كميه الاشاعات اللي بتطلع والاخبار الغلط اكتر من ربع، يمكن كل ده اكتر من الاخبار الحقيقيه اللي بتطلع، لو فضل بس واحد عايش على ان هو يكذب ويصحح مش هيلحق حتى يعني. فكان عندك ازمه في المعلومات، كان عندك ازمه في ان مفيش حاجه بتطلع بسرعه، بس انا شايف الصفحه على الفيسبوك الصفحه الرسميه للنادي شغال بشكل كويس، الموقع الرسمي رجع تمام يشتغل بشكل كويس، فيعني طبعا بالفضل طبعا للاستاذ علاء وحيد والاستاذ محمد حسن غريب المشرف العام على الموقع الرسمي والاستاذ محمد سويلم، طبعا دول اصدقائنا واكفاء في شغلهم. لا دي حقيقه. عاوز بقى ادخل على تشكيل قطاع الناشئين، كان لسه غايه الحلقه اللي فاتت ما قلناهوش، ف
تقول لي بقى تشكيل قطاع الناشئين السنه دي؟ يمكن تشكيل القطاع الناشئين كان مبدئيا من الكابتن عيد فرج اعلنه، لكن لسه الان لم يطرح بشكل رسمي من قبل اعضاء مجلس الاداره، سوف يتم مناقشته خلال الاجتماع القادم. تمام. عيد فرج رئيسا لقطاع الناشئين، طارق زين نائبا لرئيس القطاع، اداري الفرق سيد سيكا، ناصر مدبولي، محمد محمود، محمد سلمان، خالد حسن، هشام صالح. الجهاز الطبي بقيادة الدكتور ناجي إلى الآن لم يتم تحديد أعضاء. أعضاء الجهاز الطبي. تمام. الحراس محمد عجينة مشرف عام على الحراس، على مدربين الحراس، سيد جاد، علي حجازي، محمد اليماني، وحيد شعيب، ناصر خالد، أحمد عبد المنعم. قائمة المدربين تضم عطية صابر وسيد الحداد وأيمن خليل. الفرق إيه عندك؟ لا لا، إلى الآن لم يتم تسكين أي مدرب. فرقتين فقط. فرقتين بس. تمام. فرقتين بس هي اللي تسكنت من كل فرق. مين؟ 19 ولا 19؟ فرقة 97 وفرقة 99. فرقة 97 مشاركة في بطولة الجمهورية، وفرقة 99 مشاركة في بطولة القطاع. طيب كمل. عطية صابر، سيد الحداد، أيمن خليل طبعا محافظ الألقاب، حوضة فرج، سامح الوحش، شريف عمارة، أسامة حسن، محمد حسني، أحمد صبري، محمد فاروق، محمد عبد المجيد، مدحت الغريب. طيب. ومدرسة الكرة بقيادة الكابتن أحمد فوزي مدير المدرسة، وبالإشراف العام للكابتن سومة. طيب كويس قوي. طبعا كلهم كباتن كبار وافاضل وعاملين السنه اللي فاتت شغل هايل بكابتن عيد فرج. معظمهم او ناس منهم كتير قوي كانوا بيجوا عندي هنا وبيتكلموا بعد ما ربنا كرم وفتحنا عملنا افتتاح المرحله الاولى في النادي الاجتماعي، ان هم كانوا عايزين يلعبوا على ملاعب النادي الاجتماعي. هي طبعا جيل صناعي بس برضو احسن من ملاعب تانية كانوا بيدربوا عليها الاشبال. ايه بقى الوضع؟ الوضع دلوقتي إن طبعا ان شاء الله مع بدايه الموسم الوضع يختلف خالص في التدريبات. احنا عندنا ملعب قانوني ما شبه قانوني في النادي الاجتماعي الجديد النخيل، وهيتم تحويل ملعب هو الكبير اكبر واحد. تمام. هيتم تحويل ملعب 3 في النادي الاسماعيلي، هيتم تحويل لنجيل صناعي، وتم بشكل رسمي تحويل ملعب 2 لملعب قانوني يتم التدريب عليه. ده خلاص خلاص. فهيبقى في مشاركات في الملعب الكبير؟ لا، في النادي الاجتماعي، في النادي النخيل الملعب الكبير بس. صعب هتكون في التدريبات، هتكون بس على ملعب النخيل. يعني التدريبات تكون على ملعب النخيل، لكن امكانيه اللعب فان شاء الله تكون على ملعب 2. طيب التدريبات برضو حاجه كويسه. البطولات اللي هشارك فيها فرق القطاع هم فرقتين بس. خلينا نعلم بس مبدئيا عن الفرقتين اللي تم اعلان التشكيل بتاعهم. كويس. فرقه 97 طبعا مع قياده الكابتن عطيه صابر، كان معاهم السنه اللي فاتت. كابتن محمد عبد المجيد مساعد، كابتن محمد اليماني مدرب حراس. فرقه 99 كابتن حوضه فرج، كابتن شريف عماره، وكابتن سيد جاد. طبعا ان شاء الله بكل التوفيق ليهم. كابتن عطيه صابر او كابتن حوضه فرج قدموا طبعا مستويات جميله جدا. هم التشكيل ده ما اتغيرش من السنه اللي فاتت صح؟ هو كابتن عيد فرج بيدرس يعني او منهجه خلال الفتره اللي فاتت ان هو يكون محافظ على قوام ومنهج الفرق. يعني مثلا كابتن عطيه صابر اضرب لعيبته، فهو يستمر مع كابتن حوضه فرج تصعيد معاه يعني. هيكون بس اختلافات في بعض الفرق لان طبعا ارتباطاتهم بالبطولات المختلفه. طيب كابتن عيد فرج دلوقتي هو خارج مصر، هو في دبي تقريبا، بس هو هيرجع الاسبوع ده ان شاء الله. اول ما يرجع هنخطفه على طول ولازم يكون معانا الحلقه الجايه عشان نتكلم عن الجديد في قطاع الناشئين. بس انا عايز اعرف منك برضه بصفتك متحدث رسمي باسمهم، ايه الجديد في قطاع الناشئين السنه الجايه؟ عم ناخد بقى تفاصيل احنا من رئيس القطاع. يعني احنا مش عايزين نتكلم على الجديد لان طبعا الحاجات دي بتبقى صعبه جدا، لانه في الجديد ممكن يتلغي، لكن الاكيد اللي انا هكلمك فيه قول لي الاكيد. يعني احنا عارفين ان الاسماعيلي طبعا الظروف متقلبه جدا طبعا لعوامل عدم الموارد الماديه. انت بتتكلم النهارده كابتن عيد فرج درس مع العميد محمد ابو الشرقي سنه الاسماعيلي امكانيه دعم النادي، دعم كل فرق الناشئين واستمرار الدعم لكل المرتبات بتاعت قطاع الناشئين كلها ان شاء الله تكون محدده في ميعاد معين. ده اللي درسه الكابتن عيد فرج، وده اللي كان بيأكد فيه مع العميد محمد ابو الصغير. ده حصل فيه مشاكل او ضربات السنه دي؟ شويه شكاوى ولا حاجه ولا يعني لا بس يعني كانت بتتلم يعني كانتش كبيره. ما كانتش كبيره. وان شاء الله يعني تتحل المشكله وان شاء الله يا رب تكون المرتبات. لكن لسه ما فيش اي حاجه شكلا في الفرق او فكر جديد داخل او في حاجه مختلفه لسه ما فيش. طب احنا هنخش كده الجزئيه كنت عايز اتكلم فيها بعدين، لكن هو خلاص الاسماعيلي تم اتفاق مع شركه رعايه لاطقم الملابس لكل الفرق. هيتم الاعلان عنها خلال اسبوع. قطاع الناشئين في الفريق الاول هيبقى فور فري بلاش، لكن قطاع الناشئين هيبقى بمبلغ رمزي.
هو بمناسبه الفريق الاول بقى تمام كلامنا والملابس، ان انا كمان ناس بتبعت لي على فيسبوك كتير قوي عن الملابس. كان في تمرينه كده قبل ما نسافر باسبوع او قبل مباراه سموحه، كل كام لعيب بيلعبوا بيتمرنوا بلبس شكل، وكده حسام لابس لبس شكل تاني خالص، وفي ثلاثه تانيين لابسين لبس شكل وشركات حتى مختلفه، حتى في ناس صوروا لي بعتوا لي قالوا لي طب ده يرضي مين؟ ايه القصه؟ ده صح ولا غلط؟ ايه المشكله في الملابس؟ احترافين طبعا غلط، احترافين غلط، خلينا نكون متفقين. منين بقى حصلت المشكله دي؟ المشكله حصلت من شركه رعايه، شركه رعايه تمت الاتفاق مع شركه ما، طبعا هي ما وفتش بوعودها خالص. شركه الرعايه اتفقت على مع شركه للملابس، والمفروض اصلا ان اسماعيل هو اللي كان يتم الاتفاق مع شركه الملابس. تمام. طبعا الشركه اخلت بتعاقدتها وكده، وطبعا وظهرنا بالشكل السيء ده، وان شاء الله. المشكله دي ظهرت امتى؟ قريب لسه؟ لا من بدري جدا، لكن الامور كانت بتتحل. انت عارف ان الاسماعيلي بيقابل مشاكل كتير جدا في الموضوع ده، فدي حاجه كده. بس كان شكلها سيء طبعا، يعني شكلها سيء جدا يعني طبعا. طيب نروح بقى للفريق الاول شويه ونتكلم عن الصفقات الجديده للنادي، والى اي مدى ممكن تاثر على فرص لاعبي قطاع الناشئين. قبل ما نتكلم عن الاسماء بقى، قطاع الناشئين عمره ما تاثر بصفقات الفريق الاول. كويس. طول عمر النادي الاسماعيلي ولاد. النهارده انت بتتكلم في خمس لعيبه تحت السن، عمر الوحش، محمد علاء الله بيشاركوا بصفه رسميه، محمد مجدي النهارده هيلعب كل مباريات البطوله الوديه، معانا احمد جمال وخالد صبحي طبعا لعيبه وعاده، معانا من فرق تحت باهر المحمدي، ومعانا احمد هاني لعيبه منتخب مصر، وان شاء الله يكون له مستقبل كبير قوي في النادي الاسماعيلي. انت عارف ان الاسماعيلي عمره ما تاثر، وحتى الفريق الاول في الوقت الحالي في عبد الرحمن حسان وفي محمود حمد ومحمود الاسماء كتير من القطاع، حتى عمرو السلاي اللي انتقل للشعب الاماراتي من القطاع. طول عمر النادي الاسماعيلي ما بيفرقش معاه صفقات الفريق الاول، ده ما ياثرش شويه طبعا خالص. طيب. مشكله حصلت قبل مباراه سموحه، وكان في تهديد بالغاء المباراه قبل الماتش بساعه، الساعه 6 مساء. مشكله في قيد الصفقات الجديده انتهت مؤقتا. ازمه القيد دي بان بعد تدخل وزاره الرياضه وتدخل ناس كتير جدا باتصالات العميد احمد ابو سعود، حلوا مشكله قيد ثلاث لاعبين فقط من الجداد لحين دفع مساحات مدخره. عايز تفاصيل القصه دي اكتر. اتحاد الكره كان بمكانين طبعا في الامر ده. اتحاد الكره سمح لنادي الزمالك القيد، لكن في حين النادي الاسماعيلي منع القيد منه. النادي الزمالك عليه مديونات تتخطى 17 مليون، النادي الاسماعيلي 8 مليون. فطبعا هو ده طبعا امر طبعا مش موجود في اي دوري في العالم. ايه اللي حصل تحديدا؟ وقف القيد بسبب المساحات المحكوم عليها اللي كنا لسه بنتكلم فيها من حلقتين. وقف بتكلفه 8 مليون جنيه لبعض اللاعبين، لكن خلال اخر ساعه قبل المباراه تم منح النادي الاسماعيلي قيد ثلاث لاعبين، وطاع عادل واحمد سمير وعماد حمدي. وعماد حمدي ودول اللي ظهروا. اتاجل محمد علاء الله، اتاجل مروان محسن، اتاجل مصطفى عفروتو، اتاجل لا القائمه اللي كانت مبعوته كان فيها محمد علاء الله، وكان فيها اسمه مصطفى عفروتو. الاثنين دول بس هم الخمسة دول يعتبر الخمسه دول اللي هم كانوا في القائمه اللي مرسله. فتسجل ثلاثه ولعبوا، سجل ثلاثه ومنعوا اثنين. المشكله دي لسه المفروض لما يجي العميد ابو سعود من المغرب. في جلسه ما بين العميد محمد ابو سعود والاستاذ محمود الشامي، عضو رئيس لجنه شؤون اللاعبين، وهيتم الاتفاق ان شاء الله والحل الازمه سريعا ان شاء الله وقيد بعيد اللاعبين. هي الفكره ان دايما العميد ابو سعود بيتكلم من منطلق ان، وده كان معايا هنا في البرنامج يعني المعلومه دي جايبها منه هو شخصيا، من منطلق ان دي ازمات قديمه ودي ارقام قديمه انا جاي عليها، واتعمل سقف العقود فالارقام دي كلها هو يعني زي ما يكون مش ملزم او مش جنبه انه يدفعها، بس هي في الاخر هيوقف قيد لاعبين. هو رئيس النادي الاسماعيلي هو ملزم بكل حاجه في النادي الاسماعيلي في القديمه او الجديده. يعني ده امر طبيعي جدا. طيب البعض بيتكلم عن رفع سقف التعاقدات وان الصفقات الجديده دي ممكن تكون مكلفه لخزينه النادي. امر مش موجود خالص. ليه بقى مش موجود؟ لكن مروان محسن مليون و200. خلينا نتكلم عن صفقات. خلينا نتكلم عن صفقات ونتكلم بارقام لو عندك. ماشي. انا ماشي مفيش مشكله نتكلم بفقرات. طه عادل مليون، احمد سمير مليون، عماد حمدي 450,000، محمد علاء الله 350,000 او 400,000، مروان محسن مليون و200، مصطفى عفروت 600,000، سعد حسني مليون و200. فما يعني فيش حد عدى مليون و200. محدش تخطى. طيب. خلينا نتكلم عن كواليس التفاوض مع بعض الاسماء اللي اتطرحت. طرح احمد علي، واحمد علي خلاص الكلام ان هو مضى. طرح شيكابالا لسه في الزمالك بيتفاوض وفي رافع قيمه. احمد عيد عبد الملك، ريكو، احمد صبري، احمد جعفر بعد ما اتقال انه خلاص مضى وناس علقت ان هو ليه مضى، طب ما كان ميدو في الزمالك ومشى من الزمالك وجابه هنا، وفي الاخر طلع ان لسه ما فيش حاجه رسميه برضه. وكلام مع حارس الشرطه عمرو حسام. حيد بقى الكلام ده كله. ناخد ده يلا واحد واحد. ماشي. احمد علي تم عرض عليه مليون و200,000 في السنه و50% 50% مقدم. اللاعب ارجى التعاقد لبعض ايام.
لبضع ايام. ده مين؟ احمد علي. احمد علي شيكابالا. طب الخبر اللي نزل ان هو مضى خلاص مع نادي تاني. وفي معلومات في النادي الاسماعيلي وانه لم ما مضاش في حته فلسه الموضوع الامر متعلق. تمام. شيكابالا طبعا الامر صعب، دخل الزمالك في مفاوضات معاه مع نادي. كان في رقم امبارح في التلفزيون في قناه انه 600,000 دولار يعني الزمالك بعت فاكس رسمي 100,000 دولار مقابل سنه اعاره. اعاره سنه. فذلك الامر صعب جدا ان الاسماعيلي يحصل على الخدمات. فشيكابالا بقى صعب. تمام. طيب. احمد عيد عبد الملك اتعرض عليه 1,200,000 واللاعب برضه ارجع التعاقد مع النادي الاسماعيلي الى ان انتقل الى احد الانديه العسكريه. طبعا هو اللعيب طبعا سنه كبير، هو بيفكر في تامين مستقبله ماديا. طب مش ماديا، هو كان بيطلب بيدور ان هو يكون كادر في فريق ما. طبعا هو عمره ما يكون كادر في النادي الاسماعيلي، فهو بيدور ان هو يكون كادر برضه في المؤسسه العسكريه فتحه دراعاتها لكل نجوم مصر. هو كان وجوده كان بيطلب كابتن احمد حسام ميدو. هو طبعا لعيب كويس جدا. لا هو اللي طلبه تحديدا انه يبقى موجود في النادي. طبعا هو لعيب كويس جدا وهيفيد النادي، لكن هو شايف وجهته ان هو ما يكونش في النادي الاسماعيلي خلال الفتره الجايه. نيجي بقى صلاح ريكو، هو لعيب طبعا محترم جدا وصاحب امكانيات عاليه جدا. ريكو طلب يعني رغبته النادي الاسماعيلي الاولى النادي الاسماعيلي، وحتى هو قال كده على صفحته الشخصيه، ريكو هيتبعت فاكس رسمي بكره ان شاء الله ب 3 مليون جنيه من النادي الاسماعيلي للحصول على خدماته. ولكن في اقاويل بتقول ان النادي اتحاد الشرطه بيتكلم ان هو مستني ميزانيه النادي من الوزاره. فلو ميزانيه النادي قليله ان شاء الله ريكو يكون في النادي الاسماعيلي. ميزانيه النادي تكفي الفريق ان شاء الله برضه يكون في النادي الاسماعيلي، لان اللاعب عايز الاسماعيلي. احمد صبري انت لعيب برضه عايز النادي الاسماعيلي. حارس الحدود اتكلم في 2 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب. اتكلم في 2 مليون جنيه مقابل بس لسه مش اكيد مع ان يعني ده احمد صبري. احمد صبري. طيب احمد جعفر اللي اتقال احمد جعفر طبعا ما في لا صح للكلام ان هو وقع على النادي الاسماعيلي. اللاعب عقد جلسه امس مع بصحبه كابتن محمد جمال عضو لجنه التعاقدات. تمام. واتم الاتفاق على كل شيء، واللاعب مرحب جدا انه يكون النادي الاسماعيلي، لكن الى الان لم ينضم للاعب الاسماعيلي او يوقع. ما هو الكلام اللي نزل اخيرا ان هو خلاص بس مستني جلسه مع لعيبه بسعود لما يرجعوا من المغرب ان شاء الله. طبعا كل الراي الاول والاخير طبعا لميتو. تمام. طيب نروح لبطولة شمال افريقيا. تمام. نروح للماتش اللي اتلعب والهزيمه 1-0. شفتها ازاي؟ شفت الماتش؟ لا انا شايف ان البطوله كلها وديه. ما ينفعش اشوفها غير كده. انما مكسب قايم او احكم اقصد مكسب، بس هي احتكاك، هي مكسبها احتكاك اكتر طبعا. لو انا اتكلمت على ان انا رايح العب بطوله دي طبعا شيء مش موجود اصلا. يعني انت رايح تلعب بطوله وديه، رايح تلعب ماتشات وديه، هي لا تتحط في السي في بتاعك ولا تتحط في بطولاتك. لكن انت يعني بتعتبروها زي فتره اعداد قويه، طبعا انت بتتكلم بتلعب ماتشات وديه شبه رسميه. تمام. قويه جدا. مع فرق شمال افريقيا، لا ده حاجه كويسه جدا طبعا، ان خارج اعداد للموسم الجديد ان شاء الله. لكن حتى الخساره امبارح انا شايف ان الجمهور متحامل برضو على الفريق، لان الفريق مسافر قبلها ب 24 ساعه. لكن صعب جدا. صحيح. طبعا ان احنا نتكلم او نتحامل على الفريق في ماتش زي ده. طيب بطولة شمال افريقيا، بعد ما عواد لعب ماتش سموحه كانوا مسافرين تاني يوم 6 الصبح، اكتشفوا او ما اعرفش بقى صحح لي معلومه ان عواد ما ينفعش يسافر لان هو عنده مشاكل في التجنيد، فاستعان تم الاستعانه بعصام الحضري اللي اتقال ان هم كلموا الكابتن علي ابو جريشه رئيس قطاع الناشئين صح كده في وادي دجله، ومشرف العام على الكوره، مشرف العام على الكوره. فعلشان الكابتن عصام الحضري اللي انتقل عصام الحضري اللي انتقل لوادي دجله بشكل رسمي يلعب معاهم بطوله شمال افريقيا، وسافر عصام الحضري جه قبل الماتش بكام ساعه رئيس نادي وادي دجله طلب ان هو رفض ان عصام الحضري يلعب، وبالتالي كان وجود فرصه كبيره جدا طبعا للحارس الصاعد محمد مجدي، ولكن كان الاحتياطي بتاعه كابتن سعفان الصغير. والله هو الاستعانه بالحضري في بطوله شمال افريقيا ده طبعا هو ما استعانوش بيه خالص، يعني خلينا نكون واقعيين، هو الحضري مترتب له ان هو يسافر من اول ما بطوله شمال افريقيا اتقال ان هو اللي هيلعب في الاسماعيلي. تمام. هو على علاقه وديده جدا بكل اعضاء المجلس، هو عندنا هم في الاسماعيلي. طيب وبعد ما ينتقل بالمناسبه بقى لمكالمه العميد محمد ابو سعود بالكابتن علي ابو جريشه، كابتن محمد ابو سعود بالكابتن علي ابو جريشه، دي مكالمه لعوده عصام الحضري من جديد لصفوف النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ميدو طالب حارس مرمى. طيب ده هيوقفني عند سؤال مهم جدا، جاي في ايه وسافرت في ايه؟ كان لسه عندي عصام الحضري اول امبارح وطلب ينهي عقده بالتراضي والطرفين وافقوا، ومن نص الموسم عصام الحضري بيقول انا عايز امشي، يوم ما مشي ابات يوم واصحى اليوم اللي بعديه اقول انا عايز عصام الحضري يرجع النادي. يعني طب انا مشيته ليه؟ وانا ليه ما قعدتش اتكلمت معاه؟ وليه انا ما اكتشفتش مؤخرا ان انا عندي ان انا عاوز حارس مرمى؟ مطلب جماهيري.
كان مطلب جميل ان عصام الحضري يمشي من النادي الاسماعيلي وان لا مين الجماهير اللي طلبت باسم قلب جماهير يعني خلينا نتكلم باسمه. كل الناس كانت مرتبه لمحمد عواد ان هو يكون الحارس الاول للنادي الاسماعيلي. جميل جدا. وجمهور الاسماعيلي كله مبارك للامر ده ومبارك ان عصام الحضري يمشي. وكانوا اكتر علشان عواد يلعب. عشان عواد يلعب. ولكن عصام الحضري ما شالش فريق الاسماعيلي طول الموسم. عصام الحضري طول ما هو حارس مرمى في اي فريق هو الحارس الاساسي. هو جمهور النادي الاسماعيلي. طب وجمهور النادي الاسماعيلي ما اشتكاش من محمد عواد بعد مباراه سموحه؟ ده انا شخصيا جاي لي مكالمه قعدت نص ساعه في ان عواد ده لازم يمشي. يا جماعه يمشي ليه؟ ما هو مش ماتش هو هيمشيه. لا عواد مش بتاع دوري درجه اولى دوري ممتاز. عواد لا يرجع تاني عواد. ده حد من الجمهور كان ليه تقييم هو قايم ان محمد عواد ما هو انا ضد تقييم اللاعب او المدرب بمباراه. ولكن مين طيب طلب يرجع عصام الحضري؟ العميد محمد عصود وكل اعضاء مجلس الاداره. ومين كان في ايده يمشي عصام الحضري؟ اللي طلب يمشي عصام الحضري على الحضري كلامك الجمهور مين كان في ايده يمشي؟ انا اكلمك بصراحه عصام الحضري على علاقه كويسه جدا بعضا مجلس الاداره. هو تم الاتفاق تم الاتفاق معاهم ان هو يمشي وهم خلاص وافقوا. فهو طبعا ده طبعا كان امر مش كويس منهم طبعا لان هم ولكن هم فعلا طالبين ان هم ان هو يرجع. طيب ولو رجع عواد برضه اعاره او اتحرك الى الان لان انت لسه قايل وانا مقتنع ان طول ما حضري موجود الى الان انا مش عارف في القصه دي كويس. لكن طبعا احنا لو طلعنا محمد عواد تاني اعاره كده الموضوع هيتازم اكتر في النادي الاسماعيلي خلال السنوات الجايه. لان محمد عواد طبعا حارس واعد جدا وحارس قوي جدا ومن اهم حراس في مصر. لازم يكون موجود ولازم ياخد الخبرات من عصام الحضري خلال الفتره الجايه. ياخد الخبرات منه بس هو عارف انه مش هيشارك. ده قلناه السنه اللي فاتت وعد نص الموسم الاولاني ياخد خبراته ونص تاني ما قدرش قال انا عايز العب فراح اعاره. محمد عواد لازم يقتنع ان هو بيلعب في النادي الاسماعيلي وان هو بيلعب في نادي كبير وليه الفضل عليه. قعد احتياطي لاعب اساسي وهو نادي الاسماعيلي عايزه في اي مكان لازم يكون فيه. ده كلام انا مستشف منه انه ممكن يغير حاجات قدام او يعني نتيجه كلامك ده ان ده الكلام ده ممكن يغير في ترتيبات كتيره جدا الفتره اللي جايه في مركز حراسة المرمى. طبعا من الماتش اللي فات اصلا الحسابات اتغيرت خالص. من الماتش اللي فات طبعا بداوا طبعا يعيدوا حساباتهم. وحتى ميدو رشح حارسين تانيين يعني منهم كابتن محمد صبحي طبعا حارس الاسماعيلي السابق. في كلام بدا ولا لسه صبحي دلوقتي فري او سايب كابتن صبحي في مفاوضات معاه ومستمر المفاوضات معاه وفي بعد العوده من المغرب ان شاء الله في جلسه معاه وان شاء الله يكون هو الاقرب لقياده عجين الدرويش. طيب بس قصه الحضر ان هو كان مترتب له يسافر بطوله شمال افريقيا بس لما سافر ما عرفش يلعب لان رئيس النادي اللي راح مضى عنده رفض انه يلعب. هو اصلا عصام الحضري مش رايح يلعب. امال كان رايح ليه؟ رايح هو طالع كده اصدقاء. لا اعتبره اصدقاء. بتهزر مش مصدقك. خلاص بس انا بتكلم مش مصدقك. انا بتكلم مش من قلبك. لا من قلبي. لا مش من قلبي. امال ليه كل الاخبار اللي طالعه ان الحضري هيلعب وبتفاجئوا هناك انه ما ينفعش وده كابتن سعفان هيلعب؟ طب مين الحارس الاحتياطي؟ مين طالعين من هنا على نيه مين الحارس الاحتياطي؟ وطالعين من هنا على نيه ان مجدي هو الاساسي؟ هو محمد مجدي الحارس الاساسي. احنا مش عايزين نخوض في تفاصيل كتير في الموضوع. بص مش من قلبك بس انا هعديها. لا بس عصام الحضري فعلا رجع اصدقاء. احنا شايفين جوزه حتى من مباراه الاسماعيلي وسموحه اللي خرج منها الاسماعيلي من بطوله كاس مصر. كان حظنا سيء جدا في الماتش ده. لان كان الماتش ممكن يخلص بسهوله جدا. بس برضو من التليفونات اللي بتجي لي انا بعد كل مباراه بصفتي حتى مشجع يعني ودي صفه انا ما بطلعش بيها في البرنامج بالمناسبه ان الناس كده عاجبهم الصفقات الجديده وعاجبهم اداء الفريق وعاجبهم شغل الكابتن ميدو. عايز اكلمك في نقطه معينه برضو. انا مش متخيل ازاي وادي دجله يستغني عن طه عادل في صفقه ابو الدنيا مع احمد العش وناخد فلوس. طه عادل من اهم المستكين في مصر. واحمد العش كان طبعا لكن طه عادل كان لعيب على تقيل في مكانه زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره تقيل. مش سهل ان هو يترقص مش سهل ان هو يتلعب بيه في المكان. طيب اخبار ايه توريك جبرين محترف الغني؟ ان شاء الله هو جاي فجر الحد ان شاء الله. فجر الحد بكره هينضم على طول. هينزل في تدريبات مع الكابتن طاجر باروكي فوق. طيب ابو العلا حبيب والمشكله المهاجم الفلسطيني والمشكله بتاعته طبعا. وان هو بيلعب اساسا وشغال بيجيب اهداف الله ينور يعني. طبعا هو تلاعب بالنادي الاسماعيلي. هو تلاعب ده فعلا. هو وقع بالفعل يعني الاسماعيلي له حق شكوى دلوقتي. وقع والاسماعيلي رفع شكوى خلاص قدم شكوى. ليه تلاعب؟ ليه وقع لما هو عنده النيه ان هو يكمل هناك؟ يعني الكلام اللي اتقال انه ضغط عليه من فرقته وضغط عليه من الجماهير وفكرة. اللي ضغط عليه من فرقته فعلا والجماهير وبيقول ان هو كان جاله شغل مش في شغل ان هو جاله كده فهو لازم يفضل موجود عشان الشغل ده ما يضيعش منه وان هم مأمنين له مستقبله والكلام ده. مش عارف انا الكوره في فلسطين ماشيه ازاي لكن هو ده لما اقيل من عبد الحميد.
طيب ايه عمرو السوليه بالمناسبه عشان ننهي قصه ده، عمرو السوليه الاسبوع ده خلاص سافر ومضى مع فريق الشعب الاماراتي، وده يمكن معلومه احنا كنا جبناها هنا حصريه من حلقتين من اسبوعين مع الزميل محمد عادل الصحفي، وان هو قال النهارده هيكون في عرض من الامارات والناس كلها مشي 3 4 ايام على موضوع عرض بتاع الاهلي، وفعلا كان في جاي عرض من الامارات وانتهى العرض. عايز عندك تفاصيل اكتر عن هو العرض مترتب له من زمان طبعا. عرض من الشعب الاماراتي ب 800000 دولار للنادي الاسماعيلي و 400000 دولار لعمرو السوليه. ال 800000 دولار هيتم تحصيل منهم 400000 دولار خلال يومين ثلاثه جايين، وال 400 التانيين هيبقى على شهرين 200 و200. طبعا احنا ما يعني انا مش مرحب بفكره القسط طبعا على واقعه جون انتوني، لكن هم ما دام اداره النادي الاسماعيلي كده شايفه كده بقى تتحمل. طيب اخيرا ايه المراكز اللي طلبها الكابتن ميدو لتدعيم الفريق، ولو معاك مين الناس اللي هم هيمشوا بالفعل؟ خلاص هو ميدو يعني احنا 15 لاعب في القائمه الاولى. لو هيتم استبدال واحد او اثنين على الاقل، لكن هم مش موجودين لحد دلوقتي او ما تمش طرح اسمهم. ميدو طلب حارس مرمى وقلب دفاع وصانع لعب ومهاجم صريح. مهاجم صريح تمام. اربع مراكز طلبهم ميدو، وهو جاي للاتفاق عليهم. احمد صبري ممكن، اوريكو ممكن، احمد جعفر، بنقص قلب دفاع. يعني هو الاقرب للنادي الاسماعيلي. ده غير الغني، اللاعب الغني اللي الغني الترك الترك في القائمه اللي هتتبعت برضه في القائمه الثانيه. انا اقصد غير المركز بتاعه. عايزين نتكلم برضه في نقطه محمد اسامه حناكه وعبد الرحمن عوض، هو هيتم قيدهم وهيتم اعارتهم سنه واستبدالهم في قائمه النادي الاسماعيلي. واستبدالهم ده هيفتح سؤال، هو يعني مش موضوعك انت قوي، بس سؤال ناس تتكلم فيه قوي برضه، جه في ايه ومشوا في ايه. هو هيبقى اختيار، الاجابه هتكون اختيار لجنه التعاقدات، ولكن مدير الفني له راي اخر. مفيش حاجه اسمها اختيار لجنه التعاقدات، لجنه التعاقدات للتعاقدات فقط. مين اللي اختارهم لما المدير الفني مش عاوزهم؟ كابتن كرم جابر كان متولي المسؤوليه، هو اللي اختار محمد اسامه، وكابتن طارق يحيى وهو متولي المسؤوليه برضه اختار محمد. ده عشان مشوا ولا هم دول؟ لا لا دي حقيقه. ولا هي دي الحقيقه؟ لا ده هي دي الحقيقه، انا مش جاي اكتب فيها. لا اكيد انا بهزر، انا اقصد ان 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 ان, إن, إن, إن ال 17 لاعب اللي جم السنه اللي فاتت اتقال برضو لا ده مش الكابتن ريكارد، مستر ريكاردو هو اللي اتعاقد عليهم. فطب ده لجنه التعاقدات شافتهم، وقعدنا ندور على مين صاحب اتخذ القرار ان الناس دي تيجي. تمام. فوقعنا نفس المطب ده تاني من لكن يتحملها ريكاردو برضه. ايه؟ يتحملها ريكاردو هو. لا انا بتكلم ان نفس المشكله حصلت، بس حصلت بدري بقى، ان قبل اللعيبه بتلعب اساسا. ميدو بيدور على فكر جديد، انا عايز لعيب جاهز اقدر احقق لك بيه بطوله، يجي لي سنه يجي لي سنتين، ما يجي الفتره اللي هيجي لي اقدر استفاد منه فيها. لكن انت بتتكلم عبد الرحمن عوض او محمد اسامه، لعيبه وعد محتاجه سنه وسنتين وثلاثه، وده كان فكر النادي الاسماعيلي. القرار مش بالبيع، القرار بالاعاره. هي طول عمره بيفكر بفكر ده، انا اجيب لعيب سنه وسنتين وثلاثه، وكان الجمهور بيستحمل. لكن الوقت الحالي الجمهور مش بيستحمل ان هو اي. انا موافقك جدا، واخر حاجه بجد انا تقلت عليك، انا عارف. لا لا لا، ليه ما خدناش بنفس المبدا ده مع محمد البعلي؟ ليه تم بيعه؟ ما تمتش اعارته لو ميدو مش عاوزه. وجهه نظر الجهاز الفني. الجهاز الفني حدد استبعاد او اعاره اي لاعب. هو اللي بيقول ايوه. طب انا برضو ده سؤال اتطرح يمكن، بس لازم يتطرح تاني. ولنفترض يحصل اي مشكله، يحصل اي حاجه، كابتن حسام ميدو ما بقاش موجود، وده حصل كتير قوي في مدد قليله، ابقى انا خسرت لاعب من ابناء النادي وابناء ناشئين النادي الاسماعيلي علشان مدير فني ما بقاش موجود. طب ما انا ادي له اعاره سنه، ولما يجي السنه الجايه وما زال كابتن ميدو مستمر ان شاء الله، ادي له اعاره تاني سنه، بس ما بقاش خسرت ابني. وخصوصا البعلي ظهر بفتره بشكل كويس الفتره الاخيره، ومتوقعين له سنه ولا سنتين كمان ونبعد نشتريه بعد كده. ميدو بيفكر ان انت بتتكلم ان في خمسه استبدال بس. يعني انا عشان استبدل، لان في برضه لعيبه من القائمه الاولى هتستبدل، فطبعا هو ميدو فضل ان هو يستبعده من قائمته خلال الفتره الجايه. تمام. وهو شايف ان في احسن منه في المكان ده، وهو يقدر يستفاد منهم اكتر من محمد البعلي، ودي رؤيه جهاز فني احنا ما نقدرش طبعا نقدر نتدخل فيها ونتكلم فيها. محمد استفدنا منك جدا النهارده. نورتني. الا عصام الحضري. لا الا عصام الحضري مش مشكله، انت قلت اللي عندك وانا مش مصدقه، وخلاص الجمهور هو اللي يحكم بقى، مش مهم انا اصدق ولا لا. محمد سليمان المنسق الاعلامي للنشاط الرياضي وقطاع ناشئين بلدي الاسماعيلي ورئيس تحرير موقع اسماعيلي 24، نورتني وشرفتني واستفدنا منك جدا. وارجوك تيجي لنا مره كمان وتتواصل معانا دايما. انا بشكر حضرتك جدا، ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم كده ان شاء الله. شكرا ليك محمد. هنطلع تقرير صغير جدا، وبعد التقرير هينضم لنا كابتن محمد حسني. التقرير ده هيكون عن مباراه الاسماعيلي وسموحه والكواليس، ولقاء فني مع كابتن محمد يوسف مدير فني لنادي سموحه، وكابتن سفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلي.
سعود نادي سموحة على حساب النادي الإسماعيلي من دور الثمانية الوصول إلى المربع الذهبي أو الدور الأربعة. معي في هذا اللقاء المدير الفني القدير لنادي سموحة كابتن محمد يوسف. مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك. وهارد لك طبعا النادي الإسماعيلي, وهارد لك طبعا لأخويا أحمد حسام ميدو. النهاردة المباراة كانت صعبة, وفي نفس الوقت احنا جايين من رحلة مجهدة جدا بالنسبة لنا, مباراة مازيمبي في الكونغو. لكن الحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا نلعب على قد المباراة. لعبنا بتكتيك مختلف الشوط الاولاني, ثم غيرناه طبعا بالتغييرات اللي غيرناها على اساس ان انا استفيد من المجموعة اللي معايا واتجنب الاجهاد والارهاق. فالحمد لله ان احنا قدينا. بالنسبة لمباراة النهاردة, يعني انا زي ما بكلمك وبقول لك اسماعيلي في اسماعيلية طبعا مباراة لسه كانت سموحة قبل ما نتولاها كانت لعبة مباراة هنا وخسروا 3-1 في الدوري. المباراة دي الى حد ما كانت مأثرة معنويا على اللعيبة طبعا, كنا انت بتلعب لان المباراة من فترة قريبة, ودي لما بتكسب فرقة 3-1 بتبقى برضو ايه يعني كعبهم عليه علي شويه. لكن الحمد لله احنا قدرنا في ظل طبعا الاجهاد والارهاق اللي راجعين بيه من مازيمبي, الحمد لله ان احنا نخرج بالمباراه فوز, بنصعد الدور قبل النهائي. عندنا فتره كويسه قوي للراحه, وعندنا فتره كويسه قوي ان احنا نبدا نشتغل, لان انا برضو الفتره اللي انا ماسك فيها لسه ما اشتغلتش مع الفرقه, لسه ما بداناش يعني نطبع الفرقه بالطبع بتاعي يعني. فلسه ان شاء الله. مبروك لسموحة وهارد لك لينا. المباراه اتغيرت او قلبت بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت. هي برضو من يعني من ساعه ضربه الجزاء واللعيبه يعني حست ب يعني يمكن الجون ده لو كان دخل كان فرق معنا كتير, كان خلى معنويات نادي سموحه تهبط خالص واحنا نبقى الاعلى عليهم. بس الحمد لله يعني ابراهيم حسن برضو من لعيبه كويسه, يعني مش عايزين نظلمه في ضربه الجزاء, واي لعيب في العالم بيضيع يعني مش ابراهيم حسن بس يعني. طبعا كابتن, يعني احنا شفنا خط ظهر النادي الاسماعيلي في هذه المباراه, يعني نقدر نقول كانوا على اعلى مستوى. النهارده الحمد لله كان مجموعه كويسه, عماد حمدي ومع شوقي السعيد طه عادل. ان شاء الله ده يمكن دي اول مباراه ليهم. فبتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يبقوا ياخدوا على بعض اكتر من كده, وان شاء الله احنا بنجمع بعضينا بقالنا برده شهر يا هشام. الحمد لله بحمد ربنا, واتمنى ان شاء الله يبقى في انسجام ما بين خط الظهر والنص والفراوده, وان شاء الله الدوري بقى جديد ان شاء الله في شهر 10 يعني نعمل حاجه كويسه ان شاء الله, نعوض بيها اي حاجه كان فيها اخفاقات قبل كده. مستمرين مع حضراتكم في فقره ثانيه من درويش حلقه الليله, وضيفي دلوقتي كابتن محمد حسني مدرب مدرسه الكوره بنادي الاسماعيلي. كابتن محمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك, منورنا. ربنا يخليك. اتكلمنا في الفقره الاولانيه حضرتكم متابع عن كل ما هو جديد في نادي الاسماعيلي واخر الاخبار والتعاقدات وكل اللعيبه والناس اللي جت والناس اللي مشيت وعصام الحضري, فعايزين نتكلم مع حضرتك فنيا بمستوى احترافي شويه عن مباراه سموحه وعن نقاط القوه ونقاط الضعف, علشان كمان مش هنتكلم بقى عن المشاركه الافريقيه في بطوله شمال افريقيا لانها برضو زي ما قال محمد اعتبرها وديه, فخلينا في الرسمي وخلينا في الماتش اللي خرجنا من بطوله كاس مصر. اسمح لي افكر بس الناس وراجع مع حضرتك تشكيل مباراه سموحه للنادي الاسماعيلي. كان في حراس المرمى محمد عواد, بعد كده بهاء مجدي, شوقي السعيد, طه عادل, عبد الرحمن حسان, احمد سمير اللي هو معار من الزمالك, محمود حمد, ابراهيم حسن, عماد حمدي, احمد سمير فرج, وبناهيني. عن ما قبلها مباراه الرجاء مع الاسماعيلي, تشكيل المباراه عصام الحضري, عبد الرحمن حسان, شوقي السعيد, احمد ناصر, احمد سمير فرج, عمرو السوليه, محمد فتحي, محمود متولي, شكر نجيب, بناهيني, وكينيث اوكوتشيكو. اللي بس اختلف ان احمد ناصر وعمرو السوليه ومحمد فتحي كانوا موجودين في الرجاء, وجي بدلهم طه عادل, عماد حمدي, واحمد سمير. عاوز اسال على الاعتماد على ثلاث لاعبين من الصفقات الجديده في بدايه على طول ظهورهم, اعتماد عليهم بشكل اساسي في المباراه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم, نقول طريقه لعب الاسماعيلي الاول في بدايه المباراه بتاعت سموحه لعب 4-2-3-1. اعتمد طبعا على عواد وشوقي السعيد وطه عادل, وناحيه الجنبين عبد الرحمن حسان وبهاء مجدي, ولعب في الوسط عماد حمدي اللي ظهر بمستوى طيب جدا, ومع محمود حمد, ولعب قدامه محمد سمير فرج. ده طبعا يعني ك ك ك كتوظيف في الملعب جديد على احمد سمير فرج ان هو يلعب صانع العاب ده اولا يعني, ولعب برده ناحيه اليمين بناحيه ابراهيم حسن واحمد سمير اللي هو لاعب الزمالك المعار, برده ظهر بمستوى يعني كويس طبعا, وكان بيلعب قدام بناهيني. نقدر نقول برده لعب نادي سموحه ب 4-4-2, لعب برده بمجدي سليمان قدام حراس مرمى, ولعب اثنين مدافعين عثمان قطاره ومحمود عزت, وظهرين جنب منصور وايمن اشرف, والوسط احمد وحيد واحمد نبيل مانجا, وجهه اليسرى احمد شكري, وجهه اليمنى اسلام محارب, ولعب بخالد قمر والعجيزي.
بالنسبه للنادي الاسماعيلي هو لعب بطريقه الى حد ما تعتمد على الهجوم اكتر من الدفاع، دي اول حاجه. بس كانت في مشكله بس بسيطه في في, في طبعا اي 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 مدير فني بيبقى هو اللي هو هو جوه المطبخ، هو اللي بيقدر يتعامل مع الفريق، هو اللي بيقدر يوظف اللعيبه حسب ما هو متاح ليه يعني، او حسب الوضع اللي حواليه. هو بالنسبه للكابتن ان ميدو اعتمد على احمد سمير فرج كسانا لعب، وفي نفس الوقت برضو كان عندنا برضو مشكله ناحيه في في الماتش يعني، ان احنا برضو عندنا برضو مش عارف دي طريقه طبعا يعني، يعني نقدر نقول يعني جت صدفه، او ان هم كنا عندنا اكتر من لاعب بيجيد اللعب بالقدم اليسرى، بالقدم اليسرى. فدي كانت مشكله بالنسبه لنا، احنا كنا دايما بنميل ناحيه الشمال اكتر تقريبا 3 في المقدمه. كنا بنسيب ابراهيم حسن ناحيه اليمين لوحده، وكان برضو على فترات متقطعه كان بيمين معاه محمود حمد. هو لعب بشكل رجولي يعني، بس المشكله برضو كان في برضو طريقه من العشوائيه يعني، كان في برضو طريقه من العصبيه والعشوائيه، بس كانت برضو بتخسرنا حته ناحيه اليمين، وده اللي برضو اللي اعتمد عليه برضو كابتن محمد يوسف في المباراه، ان هو حاول برضو ان هو اعتمد كمان هو بيكثف الهجوم من البدايه على ناحيه اليمين النادي الاسماعيلي عبد الرحمن حسان، وده مبين ان في مشكله او نقطه ضعف في ناحيه اليمين لغايه دلوقتي. احنا بقى لنا فتره عندنا نقطه ضعف في ناحيه اليمين، اعتماد كلي على ابراهيم حسان، طبعا لاعب محترم ولاعب يعني نتمنى له مستقبل باهر، بس لكن 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 برده الناحيه اليمين برده بتنقصنا فيها شويه لاعبين او لاعب يعني، يعتبر يعني لاعب حتى يساعد بس في الجهه اليمنى. طيب مع الكابتن ازاي شفت عوده محمد عواد بعد موسم كامل بعيد عن جدران الدرويش، وتقييمك للمباراه دي كلها؟ والله احنا نقدر نقول ان حارس المرمى ده نص فريق، ده بصفه مبدئيه يعني. بالنسبه لمحمد عواد والماتش الماتش سموحه اللي فات، احنا نقدر بس نقول حاجه واحده بس، ان الجمهور كله كان يعني كان طالب ان عواد يرجع عشان خاطر ياخد فرصته، بجانب ان عواد كان برده بيلعب يعني، كان عواد برده شايل النادي المصري، هو اللي كان بيلعب نادي مصر. تمام. لان طبعا زي ما انت حضرتك عارف، طول ما كابتن عصام الحضري موجود جوه النادي الاسماعيلي او داخل اي فريق، استحاله يبقى في لعيب تاني يلعب اساسي الا اذا حصل ظروف ظرف ما. برده مش نقدر برده نحكم على عواد برده بالماتش، هو طبعا لا مش عايز حكم عليه، انا برفض دايما الحكم على، لا عايز بالزبط. تقييمك للماتش ده، تقييمك لعواد هو ما كانش موافق يعني، انا استغربت، انا استغربت عواد تعامل حتى مع اكتر من كره بشكل خاطئ، انا استغربت يعني زي اي حد مشجع يعني، انا كنت في الملعب وشايف الماتش يعني المباراه من ناحيه من داخل الملعب، كنت مستغرب ما تعرفش يعني، هي بتبقى يعني تبقى ظروف ماتش او عدم توفيق، انما ما نقدرش نحكم على عواد من مباراه، لا ما فيش حكم كويس طبعا. مش كويس طبعا. فبنتمنى له في الفتره الجايه ان شاء الله ان هو يكون موافق باذن الله مع النادي الاسماعيلي، واي نعم دي بطوله يعني، احنا برده خسرنا بطوله، بس برده نقدر نقول برده ان ضربات الجزاء دي يعني برده توفيق وعدم التوفيق دي في الاول وفي الاخر. بالنسبه للجون اللي دخل فينا التعادل، برده نقدر هو يعني خد بالك برده الجون كان يعني الجون اللي دخل، انا كنت لسه عايز اتكلم فيه، مين يسال عنه التمركز هو. كان هو يعني محمد عواد، لان برده يعني المشكله كلها برده ان هو كان في 6 يارد، ان هو لو خد يعني لو حضرتك تاخد بالك لو اخد خطوه لقدام برده هياخد مخالفه او تحصل ضربه جزاء، فهي هي غلطه يعني او غلطه وارده في, في 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 اي مباراه، في الهدف اللي دخل في المباراه والخمس اهداف طبعا في او ضربات الجزاء دي، ايوه يعني شيء يعني بالصدفه البحته يعني، طبعا يعني دي حاجه يعني ممكن مش صدفه بحته قوي، بس يعني معلش مش مشكله، بس هي علشان مرتبطه ببطوله. بنتمنى ان ولاد البلد او ولاد النادي ياخدوا فرصتهم ونستحملهم زي ما استحمل ناس كتير، معلش مع احترامي للكابتن عصام الحضري، ما هو برده في بدايه حياته ياما يعني حصلت شويه اخفاقات، فاحنا نقف جنب الولاد. عجباني جدا الجمله دي، لان انا يعني انا كنت لسه بقولها في الفتره الاولى يعني، كان لسه عندي امبارح فشفت يعني تحرك اهو، محمد كان بيقول فقره ان التحرك بشكل رسمي العميد عبد الحميد ابو سعود بيطالب الحضري العوده، ده جه بعد مباراه سموحه ولا ده جه امتى؟ يعني ده جه، ما هو لو جه بعد ما تصبح تبقى مشكله ثانيه، لان انا حكمت على عواد من الماتش بالظبط كده. بجانب برده بنتمنى من الاداره ومن المسؤولين ومن ميدو، وطبعا ده برده بيرجع برده للمدير الفني مهما نتكلم فيه، مدير فني في الاول وفي الاخر هو اللي بيسال، هو اللي بيعاقب، هو اللي بيتشال، هو اللي بيقال، هو اللي بيبقى موجود، هو اللي بيهاجم، هو اللي بياخد الشكر برده. فبنتمنى يعني يكون في تواجد في الفتره اللي جايه بجانب عواد لمحمد صبحي. محمد صبحي بس مشكلته في الازمه الماديه اللي هو مشي بسببها، والمبلغ الكبير اللي كان ليه، ف يعني حاولوا برضه يجادلوها او يشكلوها المفاوضات يعني ممكن. طيب خط الوسط الاسماعيلي ومدى تحكمه في منطقه المناورات، وتقريبا كان عندي غياب خط الوسط بالكامل، يعني حسني متولي، محمود عبد العزيز، الوحش، السوليه، يعني
انت عندك مشكله في نص الملعب الفتره اللي فاتت عشان خاطر الغيابات الكتير والاصابات المتلاحقه للكباتن الموجودين. انما نقدر نقول برضو يعني هنقول برضو الحاجات الايجابيه مش الحاجات السلبيه. احنا ظهر عندنا عماد حمدي بشكل رائع جدا في الماتش اللي فات. تحس ان هو يعني قدم ورقه اعتماده في المباراه اللي فاتت ديت كمباراه رسميه بجانب محمود حمد. اللي اقدر اقول عليه برضو شويه ظبطات كتير. هو لعب بشكل رجولي كان عليه برضو شويه ظبطات كتير. انت عندك برضو في حاجة حلوة جدا في الفريق انك برضو عندك مكاسب كتير قوي في نص الملعب. واحد زي عماد حمدي زي ما احنا قلنا بجانب طبعا عودة حسني عبد ربه بجانب عودة محمود متولي بجانب عودة محمود عبد العزيز. فانت هتشوف الفريق ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله احسن مما هو عليه. بجانب ميدو برضو لسه ما وصلش للتشكيل النهائي او للتوليفه النهائيه. انت لغايه دلوقتي برضو بتبدا بت 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 بتعمل قوام فريق تبدا بيه الدوري. اللي بيحصل ده مبين بشكل او باخر ان في عدم توفر تفاهم او انسجام بين لاعبي الفريق لغايه ده شيء طبيعي لان الناس لسه بتلعب مع بعضيها. يمكن في ناس كتير قوي لسه بتلعب مع بعض حتى لو رجعنا في المنطقه الخلفيه انت بتتكلم عن شوقي السعيد وبتتكلم عن طه عادل اللي برضو اول يعني مره مع بعض يعني مكسب كبير للنادي الاسماعيلي برضو وكان رائع جدا وكان عنده برضو مقاومات عاليه جدا في الكرات العرضيه والكرات الطوليه. لا ما شاء الله عليه يعني لعيب قدم برضو ورقه اعتماده وظهر بمستوى طيب. فانت عندك برضو مش يعني مش مشكله انت عندك حاجه اسمها يعني انك بتوظف برضو الحاجات دي ما بتجيش مره واحده. الحاجات دي كلها بتيجي من مباريات لازم تلعب مباريات كتير. فالناس دي يعتبر برضو اول مره يلعبوا مباريات مع بعض. بجانب احمد سمير طبعا احنا لسه بنقول عليه اللي هو معار من نادي من الزمالك ظهر بمستوى كويس. بس بتمنى انا من وجهه نظري انا اللي شفتها مش اكتر من كده طبعا يعني هو اتمنى يعني انا حاسس ان هو برضو فيه لمسه جماليه او لعب فردي اكتر ان هو جاي يلعب احمد سمير يظهر. الاسماعيلي دايما بيعتمد على الشكل على الجماعي على اللعب الجماعي ودي قابلناها من محمد زيكا ساعتين مش على اللعب الفردي. بجانب برضو حصل موقف صغير كده برضو يعني حصل انت لسه لعيب جديد في النادي الاسماعيلي فنادي الاسماعيلي نادي كبير وانت برضو لعيب كويس. بلاش نتكلم عن موقف سلبيه عشان لسه الجمهور بيتعرف عليه فبلاش نحط حاجه انا ما اعرفش اللي حصل بس فنتمنى يكون اللعب تعاوني ولعب جماعي ده هيفيد اكتر الفريق. طيب الشوط الاول كان شكل النادي حلو قوي كان في ضغط كبير جدا طول الشوط الاول. توج الضغط ده بهدف جميل لشوقي السعيد في الدقيقه 36 من راسيه رائعه. شفت ده ازاي؟ شفت ده كان في حاجه صح بتتعمل لغايه الاخر لغايه ما تكمل؟ انت يعتبر في الفتره الاولانيه انت كنت بتلعب بشكل هجومي بجانب طبعا العنصر البدني كان عندك كان قوي. بجانب برضو حته ان نقدر برضو نقول برضو بصراحه يعني ان الفريق سموحه يعني ما نقدرش نقول هو كان الفريق ند النادي الاسماعيلي. بالعكس احنا كنا عندنا فرصه اطول اكبر ان احنا نحرز اكتر من هدف. عندك كذا هجمه احنا وصلنا للجون اكتر من مره. عندك فرصه لابراهيم حسن فرصه لو استغلها برضو. عندك مين تاني يا ربي في عندك كذا حاجه حصلت في الملعب بجانب طبعا ضربه الجزاء اللي حصلت في الشوط الثاني. فانت كنت لغايه الشوط الثاني انت بتهاجم ومحمد كابتن محمد يوسف في فريق سموحه كان بيلعب على المرتده او بيلعب على الغلطه في النادي الاسماعيلي. ودي برده ما اثمرتش عن حاجه برده غير هجمه واحده بس وحيده طول الماتش. برضو اعتمد برضو فيها على العجيزي قدام واعتمد فيها على خالد قمر اللي وقفهم طبعا وحجمهم وبعديهم لما نزل خالد اوباما اللي هو اللعيب البديل حجمهم كابتن طه عادل اللي هو المساك الجديد. طيب كان في نشاط هجومي لسموحه في بدايه الشوط الثاني وضاغطين اكتر وده جاب نتيجه ان هو نادي سموحه يعني ضغط بشكل ما على النادي الاسماعيلي في الشوط الثاني الى حد ما برضو يعني ممكن نقول تراجع ولو بدرجه بسيطه تراجع المستوى البدني ده اول حاجه. بجانب برضو في حاجه برضو انت احمد سمير فرج كابتن احمد سمير فرج طبعا الباك ليفت. انا من وجهه نظري الشخصيه يعني من وجهه نظري انت كنت ممكن تخليه في الناحيه الشمال يبقى عنده حريه حركه اكتر دي اول حاجه. بجانب كنت ممكن تعتمد من البدايه يعني من البدايه على محمود متولي جنب عماد حمدي لاعب صغير في السن عنده خبرات يشتغل بحيث برضو توظف العمليه في نص الملعب بشكل او باخر. وبرضو انا بنقول الكلام ده من وجهه نظرنا برضو المدير الفني من وجهه نظرنا. طيب انا عايز اكلمك على نقطتين اخد رايك فيهم قبل ما اطلع للتقرير وهي ضربه الجزاء لصالح النادي الاسماعيلي في الدقيقه 66 وبيضيعها ابراهيم حسن بغرابه شديده كانت كافيه وكفيله ان هي تنقل الاسماعيلي في وادي ثاني خالص وتنهي مباراه صالح النادي الاسماعيلي. هي طبعا ضربه الجزاء هي اللي ضيعت البطوله.
ده بطولة ضربة الجزاء بطولة. انا يعني على المستوى الـ 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 المعلومات اللي عندي ان كان رقم واحد احمد سمير فرج، رقم اتنين كان طه عادل، نظرا لخبراتهم خبراتهم في ضربات الجزاء، او عندهم يعني عندهم قدرة على تحقيق ضربة الجزاء. كان ابراهيم حسن كان تالت واحد او رابع واحد او ما كانش موجود، دي بتبقى امر بديهي من المدير الفني، بيكون مرتب له من قبل الماتش، واحد اتنين تلاته اربعه. انا كنت شايف كان بيصالحه عشان ضربه الجزاء اللي انا كنت شايف من ابراهيم ان هو جري على الكوره واخد الكوره، وطبعا برضه لما اخد الكوره سمحوا له ان هو يشوط الكوره، كان ممكن يوافق فيها. لكن لو ما كانش هو اللي عليه الدور، او هو ما كانش هو اللي هيلعبها، اعتقد ان كان ممكن النتيجه تتغير. اعتقد مش اصل برضه ضربه جزاء ممكن تضيع برضه من اللعيب اللي كان هيختاره. طيب. ولكن برضه كان لو ما كانش هو اللي عليه الدور كان لازم يلتزم بالتعليمات بتاعه المدير الفني. الحاجه الثانيه، هدف التعادل سموحه ده كان في الدقيقه 72 ومن كره عرضيه. لما تكون اللعبه من ضربه ركنيه يعني كره ثابته، مش المفروض يكون في تمركز ورقابه لصيقه من لعيبه الاسماعيلي اكتر؟ هو لعيبه الاسماعيلي كان عندها رقابه لصيقه وكانت بتلعب بشكل كويس جدا من ناحيه الدفاع، وبرده اقدر اقول برده ان الكابتن شوقي السعيد برده الى حد ما ظهر بمستوى طيب، وقلل من اللعب اللي هو كان بيبقى فيه اخطاء كتير عليه وكده، بالعكس كان ظهر بمستوى كويس جدا. وبس برده نقدر نقول برده غلطه دفاع او غلطه كوره غلطه دفاع. ويسال عنها اكتر عواد ولا الدفاع اكتر؟ الدفاع وعواد، هي كل الموضوع كله عدم تعاون. انت كنت كسبان الماتش، انت كنت كسبان الماتش، انت تعتبر كسبان الماتش، انت بتنهي الماتش بتاعك، وانت يعني برضو بعد البلن ما ضاع في برضو دقيقه او دقيقتين سن التوتر. الماتش ده مننا فاضل كام دقيقه هنكسب الحاجات دي برضو، فده ادى الى برضو قله خبره، ومش قله خبره كمان، عدم تجانس اللاعبين مع بعضهم. طيب خلينا نكمل مع حضرتك، ولكن نروح لتقرير عن اكاديميه النادي الاسماعيلي، والتقرير هيكون فيه كابتن طلب فرمالي وكابتن محمد ابو ليلى، فخليكم معانا. أخيرا أشبال وناشئين النادي الإسماعيلي على ملاعب النادي الإسماعيلي الجديد، أكاديمية النادي الإسماعيلي هنا يعني في داخل في أحضان النادي الإسماعيلي. معي في هذا اللقاء الكابتن طلف فرغالي مدير أكاديمية النادي الإسماعيلي، برحب بك على تلفزيون القناة. أهلا شاهم هشام، إزي صح كابتن؟ يعني الأكاديمية أخيرا تعود إلى أحضان النادي الإسماعيلي وعلى ملاعب النادي الإسماعيلي. طبعا ده حاجة يعني كنا مفتقدينها في السنين اللي فاتت، يعني كنا بنشتغل بره النادي في مأجرين في ملاعب خارجية، فما صدقنا بصراحة دخلنا جوه النادي يعني علشان بتعمل ريكلام للأكاديمية وبدأ يبقى عليها إقبال كبير يعني. الحمد لله. يعني كنتوا في ملاعب الناس بقى، كنتوا في ملاعب الناس وإيجار بقى وملاعب غريبة وإيجار للمال وكده، ويعني ما إيجارات ملاعب ومش عارف إيه وكلام من ده. فلما جينا بقى طبعا في حضن النادي طبعا اشتغلنا هنا في نادي النخيل، ده نادي تابع للنادي الاسماعيلي، فطبعا حصل اقبال بقى في اقبال كبير من اهل الاسماعيليه على ومن المحافظات الثانيه. كابتن طلب، يعني قول لي كيفيه الالتحاق باكاديميه النادي الاسماعيلي. ناس كتير بتسال ازاي نقدر نلتحق باكاديميه النادي الاسماعيلي، وهي هي شغاله في الصيف والشتاء ولا شغاله في الصيف بس؟ لا، شغاله الصيف والشتاء طول السنه. وبعدين شروطها بسيطة، يعني كلام يعني شروطها بسيطة. بالنسبة للأوراق الحاجات الإدارية، ثلاث صور وشهادة ميلاد كمبيوتر أصل وشهادة طبية من دكتور قلب وبطنة بس. أما بالنسبة للفلوس بقى بيجي ولي الأمر وبيدفع الشهر الأولاني 180 جنيه، بعد دي شامله طبعا، شامله الاشتراك الشهري وشامله استماره الانضمام وشامله الملابس طعم اللبس. وبيجي واي مستوى بيجي بناخده. اسم كبير في عالم تدريب حراس المرمى في الاسماعيليه، وكان من قبل ايضا كان من الحراس المميزين للنادي الاسماعيلي. كابتن محمد ابو ليلى نائب رئيس قطاع او اكاديميه النادي الاسماعيلي، برحب بك على تلفزيون القناه. اهلا وسهلا بيكم، وطول عمركم مسلطين الاضواء على انديه مدن القناه. كابتن، يعني اخيرا تعود اكاديميه النادي الاسماعيلي لاحضان النادي الاسماعيلي وملاعب النادي الاسماعيلي. دي حاجه مشرفه جدا، والحاجه الكويسه ان بس احنا بنشتغل بدون مرافق، مفيش ميه ولا كهرباء.
النادي النادي الاجتماعي لسه ما فيهوش اي مرافق. لا ما فيش مرافق، ما فيش مرافق. طب اتكلمتوا مع حد من اعضاء مجلس الاداره؟ اتكلمتوا مع المسؤولين الاستاذ بديع ابو علي او اي حد؟ والله هو الاستاذ بديع ما بيسيبناش كل تمرينه وبيجي يحضر معانا، بس احنا بنتغلب عليها بطريقتنا ان الاولاد بيجيبوا معاهم ميه واحنا مشترين ايس بوكس وكلام، بنتغلب على موضوع الميه ده. بس طبعا لمؤاخذه المراحيض دي مشكله. طيب كابتن ابو ليلى، يعني احنا شايفين حراسه مرمى النادي الاسماعيلي في خطر الايام دي. يعني محمد مجدي امبارح كان حارس مرمى النادي الاسماعيلي في دوره شمال افريقيا، والاحتياطي بتاعه للاسف الشديد كابتن سعفان الصغير. دي طبعا يعني مش عايز اتكلم على نادينا، انا حياك المبكيات. انا ما بحبش اتكلم، لان انا لما كنت قعدت 14 سنه بدرب الفريق الاول كنت بعد الذخيره للمستقبل. النادي الوحيد اللي كان عنده حراس مرمى. الناس دي فين بقى؟ الناس دي كلها بتلعب في انديه تانية. مستمرين مع حضرتك، ولكن سؤال اخير كابتن. الوقت جري بسرعه، ولكن سؤال اخير كابتن محمد حسني، عاوز اسالك عن مشاركه النجم والقيصر كابتن حسني عبد ربه، ونزل في الدقيقه 75 بدل احمد سمير فرج، وهل تم ظلمه بان هو يلعب ضربه الجزاء بعد فتره طويله جدا، وبالتالي ضاعت الكره دي، ويمكن هي دي كمان اللي اثرت في النتيجه؟ اولا بنقول مبروك لكود، يعني عوده قلب الدفاع وقلب الفريق كله النابض، يعني حسن عبد ربه وحبيبي الاسماعيليه كلهم يعني. صحيح. وطبعا يعني وجوده في الملعب مهم جدا، وجوده في الملعب مهم جدا. ولكن تخيل انت بقى يعني لعيب بعد 200 يعتبر 200 يوم تقريبا يعني بعيد عن الملاعب، بينزل تحت ضغط الفرقه متعادله وضغط جماهير كمان، محتاجه تشوفه باحسن صوره، ضغط جماهيري محتاج ان هو برده لعيبه بقى عطشان كوره عطشان. فمش هقدر اقول الظلم قد ما اقدر اقول ان هو يعني برضو يعني عوده حميده ليه، بجانب ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. من ناحيه ضربه الجزاء انا كنت اتوقع ان هو مش هيشوط اول ضربه، بس هو يمكن كان تكريما مثلا، ولكن 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 برضو نقدر نقول يعني برضو دي برضو وجهه نظر فني، وجهه نظر الجهاز الفني ان هو حسن عبد ربه طبعا قيمه كبيره وتاريخ كبير، فكان لازم يبدا بيها. وبرضه نرجع ونقول برضه ضربه الجزاء توفيق وعدم توفيق. صحيح. كابتن محمد حسني نورتني وبشكرك، شكرا جزيلا، واستفدنا من وجود حضرتك النهارده معانا. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. شكرا لحضراتكم، وشكرا لكل فريق العمل. استنونا السبت الجاي 11 مساء، تصبحوا على خير.